طب الأعمال الصالحة التي كان يصنعها المؤمن هل تدفع عنه عذاب القبر؟ الله أكبر. يأتي الملكان لحسابه فتقف الصلاة عند رأسه. الصلاة التي كان يصليها. لا أوتى من قبلي، هكذا تقول الصلاة، تحج عنه. جميل. روح ونحت فمه. يأتي القرآن يقول لا، لقد أسهرته ليل نهار وأبكيته ليل نهار، لا أوتى من قبلي. يروح عن يمينه تأتي الزكاة، لا أوتى من قبلي. يروح عن يسار يجي الحج، لا أوتى من قبلي. يجي عن رديه يجي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا أوتى من قبلي. فيتركانه ويفرش له قبره حريرا ويرى مقعده من الجنة. فالأعمال الصالحة تحج عن المؤمن. الله، مش الناس الكبار بيجيبوا حراسة حواليهم بأموال، هذه الحراسة. المبشرات بتاع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيه. أنا هذكر الحديث مش كله، هذكر واحدة واحدة وأقف ونشرح بالمرة. طيب. وأنت أردت أن تكتب عشان بعد الإخوان إن شاء الله الحلقة القادمة نكتب لها إن شاء الله. على بركة الله. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الليلة عجبة. يقول لمن؟ الصحابة. نعم. يعني بعد صلاة الغداء كده، صح الصبح، إحنا قلنا إن إيه رؤيا الإيه؟ الأنبياء وحي. 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 نعم. إني رأيت الليلة عجبة. رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه. نعم. فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه. يا سلام، رد ملك الموت عن قبره. بر الوالدين؟ دي مفاجأة. معقول؟ ملك الموت معاه الأسماء والزمن والمكان. لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. جميل. ولكل قاعدة. شواذ واستثناء، حتى الاستثناءات في الأجل. كأنما رب العباد يقول: هذا الذي سوف تميته الآن أنا وأنا الرحمن الرحيم. كأن الله يقول هذا أعطيته علاوة رضا لأنه بر بوالديه. يا سلام. كمان هيعيش ويصلي ويصوم ويعمل خير أكثر. رد ملك الموت عنه، وهذه الحالة الوحيدة التي يرجع فيها ملك الموت. وتسقط ورقته من سدرة المنتهى على عند ملك الموت ينزل ليقبض روحه. وبعدين اتاني ملك الموت ما عندوش كل الحقائق. سبحان الله. الحقائق عند الله. سبحان الله ونعم الحقائق عند الله عز وجل ونعم الله. سبحان الله. شفت ازاي؟ شفت البر؟ شوف البر. سبحان الله. عجيب. البر عجيب. لا. لا شوف، البار مهما يفعل من ابواب الشر فلن يدخل النار. البر بوالديه. الا الشر. طيب شوف اللي بيسأل. والعاق مهما يصنع من والعاق مهما يصنع من ابواب الخير فلن يدخل الجنه. ببر الوالدين. بر الوالدين. يا بر الوالدين. الا بر. والولد العاق المصر على تأبيه يعرف قيمه الاباء بعد فقد ابيه. يا لحسره من لم يبر والديه. ويا لبشرى من كان ابوه او امه او كلاهما على قيد الحياه ويلحق الان ونحن في هذه الايام الطيبه وفي هذه المعاني الطيبه وفي هذا البرنامج الذي نرجو ان يكون طيبا ان يلحق. واذا كانت هناك خلافات بينه وبين ابيها او بينه وبين امه، مهما يكن وان ظلماه وحتى وان طرده من البيت يعود مره اخرى ليكن ذبابيا، اذا ذب اب يرجع. يرجع. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تقل فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. وصاحبهما معروفة. أن يصاحبهما وينتهي. لا لا لا، أن تصير المصاحبة معروفة. كيف؟ وهو ربنا في الزوجات قال: وعاشرهن بالمعروف. صحيح. في الأب والأم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. أن يصير المصاحبة نفسها معروف. يعني يا سلام. وأصحاب يا سلام. المعروف، أصحاب المعروف هم الشفعاء يوم القيامة. سبحان الله. أصحاب المعروف دول أصحاب المعروف في الدنيا هم أصحاب المعروف في الآخرة يشفعوا. والله أتصور أننا ما فقهنا ديننا حق الفقه ولا حق العلم، ولهذا نتخبط فيه. ولذلك هو ديننا بسيط وسهل، ولكن إذا فتحنا يعني أغفال قلوبنا وجلسنا لعلمائنا العاملين الربانيين نتعلم، فتحنا كتاب الله لنتدبر، والله رب العباد سبحانه وتعالى يعني سوف يهدينا سواء السبيل. نعم. فهذه أول منجية من منجية بر الوالدين. شو الجميلة ازاي وبسيطة جدا. لا وفيها جمال ايه؟ اننا بر ابائنا شيء ويدعو لنا. صحيح. وناخذ ثواب. انت عايز اكثر من كده؟ حتى لو ماتوا لا ينقطع. وهذا هو العمر الثاني الذي تحدثنا عنه بالأمس. نعم. صحيح. ورأيت رجلا من امتي قد بسط عليه عذاب القبر. عذاب جميل. القبر خلاص زي البساط. بسط عليه يعني كانه بساط. نعم. هيغطيه فرش. دخل فرش سبحان الله. فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك. الوضوء
هذا النور، هذا النور الذي تضعه سبحان الله. عملوا ابحاث على في عيادات مستشفيات في امريكا، الناس المتوترين عصبيا ويروحوا المستشفيات الامراض النفسيه، ابحاث علميه. الطبيب الممرضه تاخذهم او الممرض ياخذهم على على صنبور الماء ويبللوا اطرافه، بس الاطراف وجهه بس، وضع مقصيص على راسه ويجلس دقيقتين يصير هادئ. سبحان الله. طب اتوضى يا ابن واسلم. سبحان الله. لا اله يعني اسلم تسلم. لا اله الا الله. لان عجيب، سر عجيب. لان الوضوء ده مش يعني، شوف احصائيه منظمه الصحه العالميه ان سرطان الجلد يجب ان يكون متفشيا في المنطقه تحت الشرق الاوسط اللي فيها الشمس حارقه. وجدوا ان سرطان الجلد منتشر في بلاد بعيد عن الشرق الاوسط، سواء في اسكندنافيا، في شمال كندا، في اي مكان، بنسبه 23%، و3 من 1000% في المنطقه العربيه والاسلاميه والشرق الاوسط، واكتشفوا ان هذا من اثر الوضوء. سبحان الله. هذه منظمه صحه عالميه، لا لا دعوه ولا هذا كلام عيب. واذا يحرص الانسان على وضوئه دائما. ودائما سلاح المؤمن. ما يخرج المسلم، والكلام ده اقوله لاولادي وبناتي في البيت، الطلبه والطالبات، لا يا بني سلاحك الا تخرج من بيتك، انت يا ابنتي وانت ايتها الاخت اللي خارج البيت لا تخرج الا متوضئه. ليه؟ يجي وقت الصلاه. والله لو ادركتني المنيه سبحان الله متوضئا سبحان الله. وبعدين ايه؟ كلما اذا غسلت يدي تساقطت الذنوب من يدي، مضمضت تساقطت الذنوب من فمي، انف سبحان الله، وجهي ذراعي راسي سبحان الله. لا اله الا الله. مع كل وضوء تتساقط الذنوب. يعني يستطيع كل منا ان يكثر من هذا حتى تتساقط الذنوب. وبعدين سبحان الله العظيم، انت لما ترى المتواضئ كده سبحان الله العظيم، لما ترى المتواضئ لا اله الا الله تجد في وجهه نور عجيب. لاحظها اي انسان تجد في نور الوضوء. قالوا يا رسول الله تعرفنا، وانا ابو بكر وعمر وعثمان تعرف. نعم. فكيف تعرف من ياتي من بعدنا؟ قال انا اعلم. أنا أعلم بصاحب الفرس من فرسه، وسط الخيول يعني، بأمتي بصاحب الفرس من فرسه. قالوا كيف؟ قال بغرة في وجوههم وفي أعقابهم من أثر الوضوء. الرسول يعني إذا ده مسلم ليه؟ جاي منور عليه، تعالى أنا اللي هشفع فيك. سبحان الوضوء ده جميل جميل. وبالتالي الوضوء يعني فيه صلاة. صحيح. صح ولا لا؟ تمام. طبعا. هذا ينجي. طبعا هو نفس القدر، قد بسط عليه عذاب القدر. نازل اليه. نازل اليه خلاص، جاء الوضوء خلاص ارجع. سبحان الله. الوضوء يطرد زي الكشاف النور. سبحان الله. يطرد الوطواط والخفاش والبومه. خفافيش الظلام. سبحان الله. الله اكبر. نعم. ورايت رجلا من امتي قد احتوشته الشياطين. يعني احتوشته يعني شوف احتوشته يعني التعبير اللغوي بتاع رفيق النصوص. احتوشته مش المت به، مش اقتربت، لا احتوشته. باب انها حاصرته وتداخلت فيه. يقول لك محشي سبحان الله، حشو سبحان الله. فجاءه ذكر الله فطرد الشياطين عنه. الله. سبحان الله. الله. ولذلك اهم شيء لما وصى الصالحون ووصونا علمائنا قالوا ايه؟ يقول يا شيخ وصينا. يقول لا يزال لسانك ربطا بذكر الله. هكذا وصى رسول الله. رسول كده ليه؟ من اصبح وامسى ولسانه رطب بذكر الله اصبح وامسى وليس عليه خطيئه. في نقطة مهمة. أشجار الجنة هي مزروعة موجودة، وفي أشجار أنت تزرعها وأنت في الدنيا. في الجنة؟ في الجنة. كيف؟ قال سبحان الله وغرست له شجرة في الجنة. من ذهب الى السوق قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله غرست له شجره في الجنه. من قام من حمد الله غرست له سبحان الله. فليه احنا مش انت تاخذ ارض بور تصلحها؟ صحيح. انت عايز تصلح الارض الصحراويه؟ ازرع في الجنه. صحيح. ازرع في الجنه بس ازرع. شوف من يسمى كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سيدنا داود المعذرة المقصود بقوله ثقيلتان في الميزان يوم القيامة. ميزان يوم القيامة. القيامة نعم نعم. أم الحسنات؟ لا الحسنات والميزان يوم القيامة. ميزان يوم القيامة. نعم 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 بلى نعم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا جميل. شوف سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسيط بسيط جدا. سيدنا داود قال يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يبدو الملائكة عندهم كتالوج للحسنات إذا حبينا ننزل للغة الواقع يعني. صحيح. فما وجدوا لها ثوابا. يعني عندهم الحمد لله بكذا مثلا فوجدوا دي مش موجوده. قالوا يا ربنا عبدك داود قال ذكرا ما وجدنا له ما نكافئه به.
قال اكتبوا لعبد داود ما قاله وأنا أكافوه عليه يوم القيامة. يا سلام. وإن الكريم إذا أعطى فقد أعطى. صحيح. ليه كريم؟ ليه في اللغة كريم؟ قال لك الكريم الذي لا يسأل كم أعطى ولا من أعطى. هكذا هو كريم. عطاء الكريم. الكريم المناة سبحان الله. صحيح. أما الملائكة لا تعلم ثواب هذه ما أجر هذه الكلمة. الحمد لله كما ينبغي للجلال وجهه. من يعلم جلال وجه الله إلا عظيم سلطانه. الله أكبر. الله صحيح. نعم بلى. كلمة نعم. جميلة. نعم نعم. وخير الذكر ماذا؟ نعم لا إله إلا الله. لا إله أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وبعدين كل حالة لها حالة. كل حالة لها حالة. موقف. يعني مثلا موقف أنت تتعجب سبحان الله. تستغفر تعمل ذنب أستغفر الله العظيم. تشعر بالضعف لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس هجمت عليك حسبي الله ونعم الوكيل. في ضق شديد لا إله إلا أنت سبحانك. هكذا العبد ذكر الحمد لله. ما 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 شوف شوف يعني كل أنت كل خليك إيه بس ذاكر 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 لله. خلي لسانك رط لما تتعود. والله رأينا علماء لا تنقطع ألسنتهم عن ذكر يسكت كفر يتمتم. لا 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 مراجع القرآن سبحان الله سبحان الله والله ما يضيع وقت تصبح عادة. قالوا قالوا لأحد الصالحين سرير سقطي الله يرضى عليه. قالوا رأيناك يعني قعدنا معك أسبوع تسف تسف يعني يجي الخبز الجاف ده ويطحنه كده ويسف ويبلع ماء يسف ويبلع ويشرب ماء. قال رأيت بين السف والمضغ قراءة 50 آية. ما عنديش وقت بس سبحان الله عالية 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 لازم نرتفع. هذه مدارج هالسالكين بس حلال وماله لما ندرج يا ابني. رأيت بين السف والمضغ 50 آية فاسف سبحان الله مش قاعد ساعتين على الاكل وساعتين على التلفزيون. احنا ناكل من 6 لـ 9. لا ربنا يهدي ربنا يهدي الحال. لا اله الا الله. ورأيت رجلا من امتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته منهم. الصلاة الصلاة صلاة في وقتها صلاة بخشوع صلاة بنوافلها صلاة بأركانها سبحان الله. الصلاة الصلاة سبحان الله. أطفأ النيران نيران المعاصي بالصلاة. وقف بين يدي رب العباد عز وجل قسمت الصلاة ما بيني وبين عبدي سبحان الله. ولعبدي ما سأل هذه قال زيادة كمان. قال أحد الصالحين عشت 20 سنة أحث نفسي على الصلاة حثا كي أدخل فيها. جاهد نفسي عايز أصلي عايز أصلي. ثم عشت 20 بعدها أحث نفسي على الخروج منها فما أستطيع. يا سلام ما شاء الله عليك. شوف 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 الدرجات الأولى. شوف الكلام الحلو والله كلام جميل. يعني تشعر براحة صدر 21 سنة عايز يخلص الصلاة ويخرج. إيه ده ذكر رسول إيه قال وجعلت قرة عيني في الصلاة ولولا أني أسمع بكاء الصبي فأخشى أن تفتتن أمه في الصلاة فأخفف وقرة عيني في الصلاة. سبحان الله. وذكر قال له إيه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أنت تتعب وتقف وتحمل على رجل تتورم خدمات لغاية ما يحمل على رجل دون رجل طول الليل سبحان الله. طاها أي طأها بكلتي قدميك يا محمد طأ الأرض بكلتي قدميك. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قد نعلم أن إيه أنك تقوم إيه أدنى من ثلثي الليل ونصفه وطائفة من الذين آمنوا سبحان الله. فهذا لما يجي الليل ليه صلاة الليل جميلة فيش رياء فيها صفاء مش حد يطرق عليك الباب صلي ركعتين كده بينك وبين الله وركعتين في جوف الليل. ولذلك قال نور القبور ما وجدناها إلا في ركيعات صليناها في جوف الليل. قال له أبو الحسن الشاذلي في الرؤيا قال له كيف الحال يا إمام؟ قال له لا إمام ولا غير إمام ضاع كل شيء. قال له وماذا بقي؟ قال له ركيعات صليناها في جوف الليل والناس نعم. نعم بارك الله فيكم. ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد سلم يا رب فجاءه صيامه شهر رمضان فسقاه ورواه. يس.